فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ادعاء المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعلم هذا القرآن من غلام أعجمي، فقال عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لأن هذا الغلام كان لم يكن عربيا وإنما كان أعجميا يعني منسوبا إلى العجم ليسوا من العرب، فكذبهم الله عز وجل بقول لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويتكلمون ويأمونك به، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف لغلام أعجمي يأتي بهذا القرآن الذي هو بلسان عربي مبين؟ واللسان بمعنى الكلام، اللسان هنا بمعنى الكلام ويطلق على اللفظ وعلى المعنى، نعم، ويطلق على الحرف واللفظ والمعنى، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت كما قال جل وعلا ألف لام ميم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هؤلاء السفهاء كانوا يعني فقط يشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالضلال وبالبهتان، ومن ثم علق الله عز وجل على هؤلاء المجرمين فقال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الهداية منة من الله عز وجل، يمن الله عز وجل به على ما كان مستحقا له، وهؤلاء المجرمون أمثالهم ليسوا أهلا للهداية وإنما هم قلوب خاوية لا تستحق هداية الله عز وجل. فبين الله جل وعلا أن من سنته سبحانه وتعالى
أنه لا يهدي أمثال هؤلاء. فقال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وهؤلاء هم الذين أعرضوا عن الوحي المنزل من السماء وتغافلوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا محلا لهداية الله في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، عذاب أليم موجع، وتنكير العذاب يفيد التفخيم. طيب، هل معنى هذا أن كل كافر ليس محلا للهداية؟ لا، هؤلاء صنف معين من الناس. احنا علمنا أناسا من الكفار هداهم الله ولا لا؟ علمنا كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا كفارا وهداهم الله. إذن الآية هنا تتحدث عن صنف معين من الناس شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد الحنق على دينه، ويقف موقف المتربص والصد عن سبيل الله، هؤلاء لا يهديهم الله. وبالمثال يتضح المقال. أبو جهل، أبو سفيان رضي الله عنه وأبو الجهل، أبو سفيان أكثر عراقة أكثر مدة في الكفر من أبي جهل، لكن أبا جهل كان يتميز بشدة الحنق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينال النبي صلى الله عليه وسلم أذاه. أما أبو سفيان فكان مقتصرا على نصرة قومه، ولم يرد عنه أنه كان يتعمد ويقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه. فما الذي حدث؟ هدى الله عز وجل أبا سفيان وتاب عليه وصار صحابيا جليلا رضي الله عنه. وأما أبو جهل فأهلكه الله عز وجل وأماته على الكفر. فهذا مثال. عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه كان يؤذي بسبب شدته وقوته، كان يؤذي بعض المؤمنين، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، لما دخل عليه يؤمن قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من حجزة إزاره، يعني إزاره، وجذبه جذبة عظيما، قال أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تمتنع عن هذا؟ فشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب كان يؤذي المؤمنين نعم، لكن كان على الناحية الأخرى الوليد بن المغيرة كان المنظر الذي وصفه الله عز وجل ووصف مراحل فكره، وهو يتعجب كيف يتكلم في القرآن، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر. إذن هنا المسألة هنا إيه؟ ليست لا تتعلق بكل كافر، لا، تتعلق بصنف من الكفار يشتد أذاهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين، هؤلاء لا يهديهم الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، مثل هؤلاء الذين قالوا إنما يعلمه بشر، وهم أدرى الناس، لسان الذي يلحدون لي أعجمي، وهم كانوا عربا خلص يعلمون البلاغة والمعاني والبيان، ويعلمون أنه لا يتكلم مثل هذا القرآن إلا عربي جلد، عربي قح، فكيف يدعون عليه ذلك؟ فلهؤلاء أمثال هؤلاء لم يهديهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. والآية فيها التحذير للكفار جميعا، وكذلك فيها المعتبر لهذه الأمة، أن من سلك سبيل هؤلاء من العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين، فهؤلاء ليسوا محل للهداية في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة، صلى الله عليه وسلم والعافية. المسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قال لهم عقارب أنيابها كالنخل الطوال، صلى الله عليه وسلم والعافية. العقرب الصغير هذا، قال لهم عقارب أنيابها كالنخل الطوال، صلى الله عليه وسلم والعافية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ثم كذب الله عز وجل هؤلاء المجرمين وبين أن صداعة الكذب وبضاعة الكذب على الله يحترفها الكفرة والملحدين، هذه بضاعتهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي إنما يفتري الكذب على الله ويتقول على الله عز وجل الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فافتراء الكذب على الله جل وعلا ليست بضاعة المؤمنين، لا، هي بضاعة الكفرة والملحدين، هم الذين يتقولون على الله الكذب كما ادعوا على الله عز وجل أن له صاحبة وأن له ولدا وأن له شريكا وأن له مثيلا، نعم، ونسبوا هذه الأصنام والأوثان لله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كل هذه تقولات على الله عز وجل. فهؤلاء هم الكفر والملحدين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان أصدق الناس وكان أكمل الناس، ولذلك لا يلتبس شأن نبي من شأن الأنبياء مع شأن السحرة، لا يلتبس الفرق بينهما إلا على من طمس الله عز وجل على بصيرته. لماذا؟ لأنهم يسوون بين أصدق الناس وأبر الناس وخير الناس وبين شر الناس وأكذب الناس وأحقر الناس، يعني هل يستوون؟ لا. ولذلك الله جل وعلا يقول هل أنبئكم في سورة الشعراء، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هذه صفة السحرة يعني والكهان، أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لا. هرقل لما سأل أبا سفيان قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقال أبا سفيان لا، فقال فقد علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مش ممكن حياته الكذب على الناس ثم يكذب يعني على الله عز وجل، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. إذن هذا الأسلوب الحصري في اللغة، إنما يفتري الكذب، يدعي الكذب على الله ويتقول على الله عز وجل الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذه الآية تشمل الكفرة المتقولين على الله عز وجل، وتشمل كذلك كل صاحب بدعة له نصيب من هذه الآية، نعم، كما قال جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فالعلماء قالوا إيه؟ مع أن الآية في الكفر إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، لكن لها كل صاحب بدعة له نصيب في هذه الآية لقوله تعالى وكذلك نجزي المفترين، كما جزينا هؤلاء سنجازي كل مفتر على الله عز وجل. وكذلك هنا إنما يفتري الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ليس النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصدق الناس وهو خير الناس وهو أعلى الناس رتبة عند الله عز وجل. ثم توعد الله عز وجل كل من ارتد عن هذا الدين بعد أن أبصر وعلم هذا الدين ورأى من محاسنه ومن مكارمه ومن مآثره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من هنا صيغة عموم، من كفر بالله من بعد إيمانه، من بعد أن أبصر ومن بعد أن دخل في الإيمان فارتد عن هذا الدين بعد ذلك، رجلا كان أو امرأة. ليس الرجل والمرأة الذي يعني في ميزان الشرع المرتد والمرتدة لهم نفس الحكم، لذلك جاء بصيغة العموم الذي لا يخص لا رجالا ونساء، يعم الرجال ويعم النساء ويعم الأحرار ويعم العبيد ويعم العرب والعجم. من كفر بالله من بعد إيمانه، بعد أن أبصر حقائق الإيمان وانشرح للكفر صدره، وانشرح للكفر صدره يعني صار مطمئنا للكفر، صار مطمئنا، انشرح للكفر صدره يعني صار محبا له، صار مؤثرا له،
نعم. ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني انشرح صدره للكفر بالله سبحانه وتعالى، وانت تعجب، هل هناك اناس، هل هناك اناس ينشرح صدرهم بالكفر؟ نعم، نسأل الله السلامة والعافية. زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان هجرت الحبشة الأولى، فلما هاجر إلى بلاد الحبشة تنصر هنالك وهلك نصرانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان صحابيا جليلا، وهاجر ترك الديار والأهل والأوطان، لكن الله أعلم بما كان في قلبه، فهلك نصرانيا. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهؤلاء أمثال هؤلاء، فعليهم غضب من الله، نزل عليهم غضب من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربي. ومع الغضب الذي نزل عليهم من الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، ومن غضب الله عز وجل عليه هلك خلاص، فعليهم غضب من الله ولهم في الدنيا والآخرة، والغضب ده موصول، غضب الدنيا مع غضب الآخرة، ولهم عذاب عظيم. لكن الله جل وعلا استثنى هنا فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الاستثناء لمن أكره على الكفر، فوافق المشركين في اللفظ والقول، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن بسبب شدة العذاب وبسبب شدة ما يلقاه وافق المشركين بلسانه. وفي مقاله: لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فاستثناه الله عز وجل من هذا الوعيد. ولذلك قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف، قد يبتلى بأشياء لا طاقة له بها. عمار بن ياسر رضي الله عنه، والصحابة كان منهم هذا وذاك، فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يروي عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر أن عمار بن ياسر أخذه المشركون فما زال يعذبونه حتى وافقهم في بعض ما قالوا، كانوا يريدونه أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم في بعض ما قالوا لفظا ومقالا، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قالوا: إن عاد فعد. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا توافق القرآن وتؤيد القرآن، والأثر رواه ابن جرير الطبري. طيب، على الناحية الأخرى، بلال رضي الله عنه، كان المشركون يأخذونه في حرب مكة ويضعون الصخرة العظيمة على صدره ويعودونه على الشرك بالله، وهو يقول: أحد أحد. وكلما اشتد في عذابي يقول: والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. فيشتدون في عذابه رضي الله عنه. بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه امتنع بلال هنا عن الأذان، فلم يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أن مات النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يؤذن بلال رضي الله عنه، كان يؤذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجب لهذه القلوب ولهذه المشاعر، هو ارتبط أذانه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يعد يتحمل أن يؤذن والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة رضي الله عنه. إذن خباب رضي الله عنه كذلك، وأمثالهم يعني كثير. حبيب بن أبي ثابت الأنصاري رضي الله عنه، لما أسره يا مسيلمة كذاب، وكان يسأله: أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. يقول: لو أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيكرر عليه الأسماء، فما زال يقطعه إرما إرما وهو يقول له: لا أسمع. ويسأله:
تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. قل تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا أسمع. حتى قطعوا إرابا إرابا. هو هذا لما جاء خباب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبو كان أم تؤسين قوده في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وخباب رضي الله عنه قد أسخنته الجراح، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما أوتي من الرقة ومن العطف ومن الرحمة ومن الحنان عليه الصلاة والسلام لم يدعو له، وإنما قال له ألا إنما كان قبلكم. كان يؤتى بالرجل فيخض له الأخدود في الأرض، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شعره، ثم يمشطه بأمشاط الحديد فيما دون لحم وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. والذي نفسي بيدي ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يضع الله بيت مدين ولا بيت إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله، ولكنهم قوم تستعجلون. إذن مع كون العلماء اتفقوا على أنه يجوز للمرء إذا عزب وأكره على أن يقول كلمة الكفر، فالعلماء متفقون على أنه يجوز له ذلك، إلا أنهم اتفقوا أيضا على أن المندوب والمستحب لمن استطاع أن يأخذ بالعزيمة أن يأخذ بها. وهو هذا الذي حكاه أيضا الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، لما أسرته هو فجاء به ملكهم وأخذوا يروضوا على النصراني فصلبوه، وأخذوا يرموه بالسهام بين رأسه ما بين رجليه وحول رأسه وجسده وهو يأبى على ذلك، فأنزلوه، ثم جاء بقدر عظيم فأوقدت عليه نار عظيمة، وجاء أو ببقرة من نحاس كما هي في رواية، نعم، فجاءوا بأسير من المسلمين فرمي أمامه فيها ثم أخرج فإذا هو عظام تلوح. حول لا قوة إلا بالله. هو كفر كده، هو كفر. مين اللي يفعل يأخذ واحد كده ويضعه في ماء فيخرج عظام تلوح؟ كفر. هو هذه القلوب العفنة، لا يمكن واحد عنده في قلبه. الرافضة الكلاب هؤلاء، المجرمون هؤلاء، منذ عدة أيام الرافضة اللي هم في العراق أمسكوا رجلا من أهل السنة، عملوا فيه إيه؟ ليتهم قتلوه؟ لا، أوقدوا نارا عظيمة وعلقوه من يديه ورجليه والنار تحته وبيشوى كما يشوى الخروف. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. الحقد ده كلاب كانوا بيستعملون المثقاب الكهربائي في ثقب أجساد المسلمين، شيء لا يفعله اليهود يفعلونه هؤلاء المجرمون. فعبد الله بن حذافة السهمي لما وضع الرجل أمامه ثم جاء به فوضع في البكرة حتى يلقوه فيه، لا أحد يستطيع يقرب منه فيضعوه في البكرة يلقوه فيه، فبكى فطمع فيه الملك فقال انزلوه. فجاء به قيل ما يبكيك؟ قال أبكي والله أن لي نفسا واحدة تعذب في الله هذا العذاب، والله لتمنيت أن يكون لي بكل شعرة في جسدي نفس تعذب بهذا العذاب في الله. فجل تحيا من الإشكالية دي، سجنه وحبس عنه الطعام عدة أيام والماء، وضع معه الخنزير والخمر ولم يتناول منها شيئا. بعد عدة أيام جاء به قال والله قد علمت أن لي في ذلك هي متسعة ورخصة، لكن لم أكن لأشمتك في دين الله. فالرجل لما رأى النموذج من البشر ينظر أن يجد مثله في الكون، قال هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قالوا سراح جميع المسلمين. قال نعم. فقبل رأسه، أخذ عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، أخذ معه كل أسرى المسلمين لما جاء لعمر رضي الله عنه، قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. إذن مع أن الله جل وعلا أذن في ذلك، لكن هناك أصحاب الهمم العالية وأصحاب المفاخر والمآسر. أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى لما أمسكه هؤلاء المجرمون
الذين الدولة العبيدية الحاكم بأمة الشيطان، وهم الدولة العبيدية التي كانت يعني تبطن الكفر المحض وتظهر الرفض، فجاءوا به فأمسكوه فقال له لو كان لك سهم أكنت ماذا كنت تفعل به؟ قال والله، قال لو كان لك سهم وعندك ونحن موجودون والتتار موجودون أو الصليبين موجودين ماذا كنت تفعل؟ قال والله لو أن معي 10 أسهم لرميتكم بتسعة منها ورميت الصليبين بسهم واحد. يعلم عالم كبير، عالم كبير يعلم هؤلاء. فجاءوا بيهودي حتى يسلخه، فكان يشق جلده ووضع في التبن حول بين الجلد وبين اللحم حتى رحمه اليهودي، فأخرج خنجره فطعنه في قلبه حتى يني هذا. وأبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى ثابت على هذا على هذا. إذا ما عنا الله، ما أنا أطلت طبعا فيها مثل هذه القصص بس حتى تعلم الضعف اللي الناس فيه، وتعلم ما كان عليه أصحاب الهمم وأصحاب المفاخر وأصحاب المآسي، كيف كانت عزتهم بالدين وكيف كان صبرهم على الأذى في الله سبحانه وتعالى، ويعلم عاقبة ذلك. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك من هم؟ ذلك بأنه الضمير يعود على من؟ يعود على من ارتد بعد الدين، بعد الإيمان، نعم، وانشرح صدره بالكفر. لماذا انشرح صدره بالكفر؟ لماذا؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، والسين والتاء هنا لتأكيد حبهم للدنيا على الآخرة، أقدم منهم على الردة، فلأجل الدنيا ارتد من ارتد، ولأجل الدنيا سفكت دماء غزية، ولأجل الدنيا قطعت أرحام، ولأجل الدنيا كان البطش والقمح. وفي الجملة فهي دنيا تمزق في الآخرة. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أمثال هؤلاء الذين آثروا الفانية على الباقية، وآثروا هذا المتاع القليل على الحياة الأبدية الصمدية، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، مثلهم ليسوا أهلا لهداية الله، بل يكلهم الله عز وجل إلى هذه الدنيا الحقيرة لأمثالهم. فلهؤلاء لهم الحش، ولغيرهم من المؤمنين لهم المعالي ولهم المآسر والمكارم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك أمثال هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، يعني طبع الله جل وعلا خاتم عليه. وعندما يطبع الله عز وجل على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار لا تعي ولا تفهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، استفادوا من هذه الجوارح. ولذلك يحشر يوم القيامة وقد سلبه الله عز وجل، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ومع الطبع لا يستفيد من هذه الجوارح، تصبح هذه الجوارح وبالا عليهم، كما قال جل وعلا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت كذلك اليوم تنسى. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أي حقا، وكذلك لا بد ولا عجب، كل هذه من معاني لا جرم. لا جرم أنهم في الآخرة هؤلاء أمثال هؤلاء ممن انشرح للكفر صدرا، ممن أثر الحياة الدنيا على الآخرة فارتد لأجل هذه الحياة الدنيا،
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هؤلاء هم أخسر الناس، خسروا نفوسهم فلم يستفيدوا منها، خسروا جوارحهم فلم تنفعهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ومن جميل رحمة الله عز وجل ومن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أن من تاب تاب الله عليه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والآية هنا في صنف من أهل مكة، عذبهم المشركون ففتنوا وفقوهم، لكنهم أمكنهم بعد ذلك الخلاص وهاجروا وتركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء ثم إن ربك، تعبير ربنا بليغ، أن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم ويوالي عليهم إحسانا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنهم الكفار فوفقوهم في بعض الشيء لكنهم تابوا وأنابوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ إن ربك من بعدها، من بعد هذه الفعلة ومن بعد هذه الفتنة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمن تاب تاب الله عليه. إذن فالعبد من تاب تاب الله عليه وإن فعل ما فعل، وإن فعل ما فعل فالتوبة كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يعني سيتوب الله عز وجل وسيقبل الله عز وجل توبة هؤلاء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم تأتي كل نفس، يعني واذكر هذا اليوم، حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تحاج عن نفسها، ليس معها أب يحاج عنه ولا ابن ولا أخ شفيق ولا زوجة رحيمة ولا أم رؤوم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فأنت ستموت وحدك وستقبر وحدك وستبعث وحدك وستحاسب وحدك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كما عملت وهم لا يظلمون. وفي هذا اليوم توفي وفى الإنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمعنى هذا ذكر الله عز وجل في عدة مواضع، يوم يفر المرء من أخيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لعلنا نقرأ هذه الآية، لكنك لو قرأت هذه الآية واستعرضت زوجتك وأبنائك وبناتك الصغار أو أبنائك الصغار، استعرضتهم جميعا وأنت تقرأ هذه الآية المزلزلة حين الناس في أمر المعيشة، الناس كلهم من عهد آدم إلى يوم البعث كلهم في صعيد واحد وفي أرض واحدة وليس هناك مكان لقدم، وفي هذا الموطن فالأم تلقى ابنها، الأم أمه الرؤوم تلقى ابنها فيفر منها وهي تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يوم هذا؟ سبحان الله. قد يفر الإنسان من أحبائه ومن يعني أولاده في الدنيا، الإنسان بيفتدي أولاده في الدنيا، يفتديهم بدمه، ها، ويعني يفتديهم بدمائي ويفتديهم بروحي، ومع ذلك يوم القيامة ينقلب كل شيء. إذا كان الأنبياء عندما يذهب لهم الناس واحدا بعد آخر كل منهم يقول نفسي نفسي،
إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن يذكر الله عز وجل عباده في هذا اليوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. كل نفس ما عملت، جميع الناس يوفون ما عملوا. والتوفية معناه إعطاء الأجور كاملة والحساب بمثقيل الذرة، إلا يعني من رحمه الله عز وجل وعافاه. حساب بمثقيل الذرة، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والتوحيد كما ذكرنا، إذا هذا المشهد انتهى هنا، مشهد القيامة والبعث والجزاء والحساب. وقبل هذا التوبة ليراقب الله. يعني الآية التي قبل هذه الآية هي آية فتحس عليه على ماذا؟ على التوبة. ثم يأتي بعدها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن يشير الله عز وجل إلى المبادرة بالتوبة قبل هذا اليوم، لأن تأخير التوبة لهذا اليوم لا ينفع. ولا تساعة مندم ولا تساعة متاب، لا ينفع. ثم تقرر بعد ذلك، سوف يقرر العقيدة في القرآن والتوحيد يقرر كما يقرر بالبراهين العقلية وبالوعظ والتذكير، يقرر بضرب الأمثال. والأمثال لها شأن في كتاب الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان بعض السلف كلما قرأ مثالا فلم يعلموا فكان يبكي ويتذكر ويتلو هذه الآية، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإحنا في الزمن اللي إحنا فيه، زمن الفتن وزمن الذي التبس الحق بالباطل واختلط على الناس الكثير من الأمور، تجد أغلب الناس تعزف عن العلم وتقبل العالم ألا ينفعه من مواقع التواصل الاجتماعي والكلام والقيل والقال والصحة والكلام فيما لا ينفع ولا يفيد. والعلم هو سلاح الفتن، هو الذي ينفعك الله عز وجل به عندما تشق الفتن، عندما يعني يغش الناس غبار الفتن. فهنا يأتي العلم، العلم الصحيح، فينير الله عز وجل لك به الدروب المدلهمة فتبصر طريقك، يكون عندك بصيرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. والمثل ده مضروب لأهل مكة، والقرية دي هي مكة، وهذا من بلاغة القرآن. يضرب الله عز وجل لهم المثل بهم، نعم، فهذا من البلاغة العظيمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني الله جل وعلا جعل مكة إيه؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وكذلك جعله يجبى إليه إيه؟ يجبى إليه كل مكة ليس بها شجرة، كلها جبال، ومع ذلك يجبى إليها ثمرات كل شيء بسبب دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسبب دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام صارت مكة حرما آمنا، وصار يجبى إليه ثمرات كل شيء. فضرب الله لهم المثل بذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت في أمن وفي أمان، حرم آمن ومن دخله كان آمنا، حتى إن المرء يرى قاتل أباه يمر أمامه في الحرم ولا يتعرض له، يرى حتى يخرج من الحرم. حتى كانوا كفارا كان عندهم قيم، كفار كان عندهم بعض القيم، ما كانوش يعني خليل من القيم. يعني هو أبو جهل لما حط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم البيت، قال لا يتحدث الناس أني اقتحمت على بنات محمد صلى الله عليه وسلم، عنده قيم. أبو سفيان لما جلس أمام هرقل وسأله
قال فلولا الحياء، فلولا الحياء من أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه. فكان كافرا لكنه كان يستحي من الكذب. وتجد أناسا من يتسمون بأسمائنا ومن جلدتنا وبضاعتهم الكذب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجبى إليها ثمرات كل شيء بسبب دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام. فماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله. والأنعم جمع نعماء، نعماء جمعها أنعم، فكفرت بأنعم الله. وأعظم نعمة كفروا بها نعمة الرسالة والنبوة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن فكفرت بأنعم الله، النعم العظيمة جعل لهم حرما أمينا وحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرا فكفرت بأنعم الله. ما الذي حدث؟ قابلوا نعم الله بالكفر، والكفر مزيل النعم وجالب النقم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. لا هنا مصدرية، باء الباء هنا سببية وما مصدرية، أي بسبب صنيعهم. ما معنى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ ولماذا كان الجوع والخوف لباسا؟ تأمل دقة القرآن، وهذا هو التدبر والتأمل والتفكر. مثل هذا لا يمر عليك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، معنى هذا أن الله جل وعلا سلط على هؤلاء المجرمين من الكفرة، سلط عليهم الجوع والخوف سنين متواليات، فلازمهم الجوع والخوف. ليه الجوع لازمهم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، قام عند الحرم لما أذوه فقال اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، اللهم سبع بسبع يوسف. فصار الجوع، سلط الله عليهم الجوع حتى أكلوا العلهز. والعلهز اللي هو ايه؟ العلهز اللي هو وبر البعير لما يخلط بالدم، حتى البعير لما يذبحوه لا يجدوا فيه لحما، فلا يجدوا فيه إلا الوبر والدم، فيعجنون الوبر في الدم، وهذا هو العلهز. فهذا العلهز والجيف أكلوها، سبحان الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، صار الجوع ده لباسا، صار الجوع يعني ملازما أصيلا له، حتى أكلوا العلهز وبر البعير. البعير لما يذبحوه لا يجدوا فيه لحما، وإنما لا يجدون إلا دما ووبرا، فيخلطون الوبر بالدم فيأكلوه، والجيف يأكلوها. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. والكلام ده سنة من سنة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الأمم التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولقد أخذنا آل فرعون، مش فرعون فقط، هو وأمته كلها، بالسنين ونقص من الثمرات. وهنا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، سلط الله عليهم الجوع سنين متواليات، فلازموا حتى صار لباسا لهم لا يفارقوا، صلى الله السلام عليه. لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وجزاك الله جل وعلا لما ذكر في يعني في قوله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وهذا هو الذي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والكلام ده لا يخص، وإن كان المثل مضروبا بمكة لأنها كانت مثالا في ذاك التوقيت للقرية الكافرة التي كفر بأنعم الله، فهو مضروب لكل قرية ولكل أمة من الأمم تقابل نعم الله بالكفر وتستعيد بنعم الله على معاصيه، فهذا هو حاله.
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. ولقد جاءهم رسول منهم. هو هنا بين إيه؟ بين بأن المثل هو مضروب لأهل مكة. ولقد جاءهم رسول منهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون نسبه وصدقه وأمانته منهم، وهذا منة الله سبحانه وتعالى، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناهم. ولقد جاءهم رسول منهم إلا من لم قسم، يعني قسمي قد جاءهم رسول منهم فكذبوه. وتكذيب الرسل نزيه الشؤم ونزيه العذاب. فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. حال الجملة دي جملة حالية، الواو دي واو الحال، هذه الواو هنا واو الحال، والجملة حالية، يعني لم يزالوا على ذلك حتى أخذهم الله عز وجل وهم ظالمون على ظلمهم، وهم مستمرون على الظلم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا كان الله عز وجل صنع هذا بالكفار فأبدلهم بعد أمنهم خوفا، وبعد رغدهم جوعا، فإن الله جل وعلا أبدل المؤمنين بعد خوفهم أمنا، وبعد جوعهم رغدا وعيشا، تصديقا لوعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من قام بهذا الشرط تحقق له المشروط، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولذلك الآية التالية مباشرة، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لمن؟ للمؤمنين، يعني الله جل وعلا وسع عليه، يعني كما قال جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك لما فرعون ذكر الله عز وجل عنه وعن فساده، فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، قسمهم يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساء، إنه كان من المفسدين. طائفة يكرمها ولها الإكرام والعيش الرغيد ونحو ذلك، وطائفة أخرى يذبح أبناءهم ويستحيي نساء، إنه كان من المفسدين. هذا إنسان مفسد، لأن الحاكم الصالح يجمع الناس، يجمع الكلمة، يؤلف بين القلوب، لكن يشتت الناس لا، إنه كان من المفسدين. بس حيترتب على هذا إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سنن لن تتخلف. لذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لأن الله جل وعلا في مقابل هؤلاء الذين أذقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فكلوا مما رزقهم الله المؤمنين أبدلهم الله عز وجل، فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا، حلالا طيبا رغدا هنيئا، هذا فكلوا هنيئا مريئا حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. هؤلاء أهل للشكر، أهل لأن تدوم عندهم النعم، لأنهم يشكرونها ولا يستعينون بنعم الله على معصيه ولا يستعملون آلة الدين للدنيا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر هو شرط العبادة وشرط القيام بالعبادة، الشكر أن تشكر. والإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. والشكر في اللغة هو إيش سيد؟ معنى الشكر في اللغة، شكرت الدابة، لما العرب تقول شكرت الدابة يعني أحسنت شيخنا أخوانا شيخ ناصر، هذه بركات الحرم وأنوار الحرم، صلى الله جل وعلا أن يبلغنا ويكون أخونا شيخ ناصر، أخونا شيخ ناصر من أول القرآن من أول تفسير هو معه ما يتخلف، فلما تخلف علمت أنه في عمر من غير معرفة، جزاه الله خير. فهنا شكرت الدابة
حسبه الله حسيبه. شجرة الدابة إذا ظهر أثر العلف عليها، لما تجد الدابة عندما تطعمها تجد الدابة قوية فتية تجري بك، يبقى هنا شجرة الدابة. إذا لما تظهر أثر النعم على العبد يبقى العبد ده إيه؟ هذا العبد إيه؟ شاكر. وأما بنعمة ربك فحدث. فالشكر أن تظهر أثر نعمة الله عليك، وأن تستعمل هذه النعم في مرضاة الله، وأن تثني بها على الله عز وجل. والشكر آلته ثلاثة: القلب والجوارح واللسان. كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أنا حتى سأشكر النعمة بهذه الثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة القلب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولما امتن الله عز وجل على المؤمنين بأنه أباح لهم الطيبات، حرم عليهم إيه؟ الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه الأمة لها مزية على غيرها من الأمم، أن الله جل وعلا أباح لها كل الطيبات، كل طيب حلال وكل خبيث حرم لأنه يضرهم. لذلك قال: إنما حرم عليكم، إنما أسلوب حص، ولأن المحرمات قليلة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ذكر المحرمات ليه؟ بصيغة الحصر، مع أن في الحلال أطلق الحلال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ليه؟ هو لأن الحلال غير محصور، لكن الحرام إيه؟ محصور. ولذلك لما يجي الإنسان يعمل حرام نضربه على يده، لا لا تفعل لأنه حرام، نضربه على يده كده. ليه؟ لأنه حرام. أنت شايف الحلال ليه وراح الحرام ليه؟ فيقول لي: تضربني ليه؟ لأنك أنت تركت الحلال اللي ربنا حله كل هذا الحلال وزايد بالحرام، والحرام محدد، كل ما تعمله هنضربك على يدك حتى تترك الحرام هذا. إنما حرم عليكم الميتة والدم. والدم هنا الدم المطلق، وورد تقييده في سورة النساء: كل أجل في موحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمطلق هنا مقيد في الأنعام، واتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. فالمقيد يقيد المطلق اللي شيخ ياسم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به يعني ما ذكر عليه، ذبح على الصليب، ذبح على اسم الكفر. ما أهل لغير الله به لأن لم يذبح على اسم الله، فهذه ميتة محرمة لا يجوز أكلها. ومع أن هذه المحرمات حرمت لأجل دفع الضرر، لذلك فمن اضطر لأكل هذه المحرمات غير باغ ولا عاد، غير باغ معتد ولا ظالم، غير باغ يعني غير يعني في غير بغي ولا عدوان. فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني في غير بغي معنى الظلم ولا عدوان ولا عاد، فإن الله غفور رحيم. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، لأن هذه الأشياء حرمت لأجل إيه؟ لأجل ضررها. لكن لو تعرض الإنسان للهلاك ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير أو الخمر، لم يجد إلا هذا، فإنه يتعين عليه أن يأكل منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو امتنع عن أكلها حتى مات لكان آثما، لأن تحريمها إنما كان لضررها، فمتى تعينت لحفظ الحياة وجب الأكل منها بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم وبخ الله عز وجل المشركين الذين دينهم الهوى والشيطان، فهؤلاء يعني يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وهذا هو الشرك بعينه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ما هنا مصدرية؟ أي ولا تقولوا بألسنتكم الكذب لما تصفون أو لوصفكم هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اللي هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا وكل من حرم
ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد جعل مع الله إلها آخر. لأن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحلال والحرام هذا أحكم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما زين الشيطان للمشركين بأن الميتة ذبيحة الله وأن ما تذبحون ذبيحة الإنسان فكيف تتركون ذبيحة الله وهي الميتة وتأكلون ذبيحة الإنسان، ها شبهة. فأنزل الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، في تحليل ما حرم الله من الميتة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شرك بالله سبحانه وتعالى، تغيير الدين، تبديل الدين شرك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في دنيا ولا في الآخرة. وهذا هو شأن الكفار، ليس من شأن المؤمن أبدا. المؤمن لا يمكن أن يفتري على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب، والتعبير بالفعل المضارع يدل على أن هذا صناعة وديدنا لهم، هم دائما هكذا. الفعل المضارع يرسم لك ظلالا من التجدد ومن الحدوث. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، حتى تظهر منة هذه الأمة وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. هذه الأمة حرم الله عليها كل إيه؟ كل ضار لها، لكن على اليهود لا. التحريم عند اليهود كان عقوبة لهم، التحريم عند المسلمين لأجل منافع المسلمين، لأن هذه المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به كلها تضر المسلم. أما التحريم وهذا هو أصل التحريم عند المسلمين، لكن التحريم عند اليهود كان عقوبة لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لذلك يقول هنا وعلى الذين هادوا في مقابل هذه الأمة، حتى يظهر فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أينما قصه الله علينا من قبل في سورة الأنعام. تفضل شيخ علاء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن التحريم عند اليهود كان عقوبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في الأنعام. إذن فهمنا هذا أن الأنعام أسبق نزولا من إيه؟ من النحل، رغم أن السورتين مكيتان. وما ظلمناهم فيما ضيقنا عليهم، لم يظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ظلمهم واستحلالهم ما حرم الله جل وعلا واعتدائهم وسبهم الله سبحانه وتعالى وعدائهم للأنبياء. وما ظلمناهم فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع ذلك لهؤلاء ولغيرهم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، يعني لا تجد رجلا يعصي الله بعلم، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن الآية هنا تعم ترشد للتوبة، كما قال جل لما ذكر اليهود والنصارى ذكر عنهم في المائدة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، دعاهم للتوبة مع أنهم شد سبوا الله سبحانه وتعالى ونسبوا ما له وما ليس له، ولكن مع ذلك دعاهم للتوبة. وهنا أيضا يدعوهم للتوبة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربك من بعدها، من بعد التوبة ومن بعد فعل السوء التي فعل السوء التي تاب منها، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، وسعة رحمة الله عز وجل تسع كل ذنب، متى تاب العبد تاب الله عليه. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والآية هنا تشير إرشادا عظيما. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا واستقاموا بعد التوبة إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كان نفسي والله كنت أود أن أنهي الصورة، بس إحنا على الشرط على الشروق إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.